النادي الاهلي في الدقيقه العاشره جمله متحفظه وجمله حلوه ابتدت من عند طاهر محمد طاهر. شفنا عمر كمال بيعدي، عمر كمال بيعمل بالعرض لطاهر محمد طاهر، فجمله من الجمل الحلوه بنشوفها على طول. دايما مفتاح هجوم النادي الاهلي دايما الاطراف ودايما التسديد. صحيح، والجمله ديت بتبين فعلا وبتاكد كلام مستر كولر ان هي جمله متحفظه، لانك انت لو بصيت هتلاقي عمر كمال من فتره ما لعبش مع طاهر بشكل يعني بعدد دقائق كبيره، فبالتالي ان انت النهارده تشوف الكيمياء اللي ما بينهم والتحرك والسويتشنج، واحد يدخل للعمق ويبصيله الكره يعني في العمق، ده شكل بيدلل ان الجمله فعلا ملعوبه، الجمله متحفظه، بقالهم فتره بيلعبوها بشكل رائع جدا. ان الاطراف بتشتغل بالشكل دوت والتهديف من خلال الاطراف ده طبعا عنصر مهم جدا، وده الكره الحديثه يا كابتن اسامه، ان ليس الاعتماد فقط على المهاجم معانا الهدف هنا. يعني عمر كمال عدى من ناحيه اليمين بشكل مميز وعملها لتحت، يعني هنا كمان رافع عينه في الكوره، يعني مش بيعمل اي عرضيه والسلام، لا ده رافع عينه لطاهر محمد طاهر بكل دقه. وطاهر هنا بص هنا بدا يدخل لجوه عملها لتحت، فدي تبقى كره صعبه جدا على المدافعين وعلى حارس المرمى. هو القرار كمان يا كابتن.